أقام تجمع العدالة والسلام منتدى بعنوان السلم والسلام الأهلي والسياسي في المجتمع المعاصر بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين الذين أكدوا على ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله وصوره والعمل الحثيث على تأصيل القيم الإخلاقية وفي مقدمتها التسامح وحب الأوطان. أنا باعتقادي المجلس سواء كان في السنوات السنتين أو السنة الأخيرة الماضية قدم مجموعة مشاريع قوانين من أصلها ومن أساسها أن تقدم حالة من الاستقرار للشعب الكويتي الآمن، الشعب الكويتي اللي ما اعتد لغة العنف والغلو في العنف. عندما نأتي وأن تكون الكويت هي تؤشر أو يشار إليها بالبنان أنها دولة قد تساند الإرهاب، دولة قد لا تتفق مع السلم والشعار الموجود الكبير بسبب تحركات بعض الأفراد الخارجة عن القانون. الواضح أن ما حل في منطقتنا أدخلنا في مرحلة لن يعود من خلالها ولن يستطيع من خلالها النظام القديم أن يعود، بمعنى أن موضوع الدولة، موضوع المشاركة، موضوع الحريات، موضوع المؤسسات لن يكون هناك مجال للعودة إلى ما قبل 2011-2010. المحاولة للعودة إلى ذلك الزمن ستتطلب الكثير من العنف وستخلق الكثير من الإشكالات وستؤدي إلى شراء بعض الوقت، ولكن العودة هذه تكاد تكون مستحيلة.